قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثاني إن الجيش الليبي ثبت سيطرته على جميع المواقع التي طرد منها الميليشيات الإرهابية خلال معركة تحرير طرابلس. كما أكد أن المعركة لم تنتهي ومحاولات توريط الجيش الليبي قد فشلت. وثاني أوضح أيضا أنه لا يمكن قيام دولة في ليبيا دون حل الميليشيات الإرهابية، مشيرا إلى أن البند الرئيسي من اتفاق الصخيرات لم ينفذ وهو حل الميليشيات.